عفوا. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا مشكلتي كنت في السابق مواظبة على الصلاة، لكن منذ أن أصبح لي طفلين معناتها ابتعدت قليلا عن الصلاة، وأصبحت أصلي ثم أنقطع ثم أرجع فأصلي فأنقطع. يعني أسأل، ما حكم أن أصلي وأنقطع؟ هذه كبيرة من الكبائر ترتكبيها، ترتكبين كبيرة عظيمة من الكبائر بتركك لبعض الفرائض. والله سبحانه قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. توعدهم الله بالويل، وواد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، على ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا وعيد أكيد وتهديد شديد للمفرطين في الصلوات. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. فجدير بك أن تتوبي إلى الله من هذا التقطع في الصلوات، فإنك ترتكبين كبيرة مدمرة. وعليك أن تقضي هذه الصلوات التي فاتتك على الوجه المتيسر لك، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.